ثم الأتقى والأورع. نعم طبعا أنت تتكلم عن تجمع هذه الأشياء صعب جدا، يعني تحصل ثلاثة أربعة مثلا كلهم يقول أنا الإمام، طبعا تتكلم عن الإمام المسجد وليس إمام المسلمين، أربعة تنازعوا عن الإمامة، كل واحد يقول أنا أصير إمام، نشوف من أحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ويقيم ويعرف يعني أحكام صلاتي. ثم بعد ذلك ننظر إلى الأعلم بالسنة، تساووا في القرآن، ننظر للسنة، تساووا في السنة، ننظر في السن، تساووا في السن، ننظر في الأشرفية، تساووا في الشرف، ننظر في الأتقى، من الأتقى فيهم المعروف بالتقوى والدين وكذا، ما عنده يعني معاصي ظاهرة أو كذا، فيقدم الأتقى ثم الأورع. إذا تساووا كلش قال تعالى بقرعة، يعملون قرعة حتى ينظرون، لكن هذه حالات نادرة، نادر جدا يتساوى اثنان في هذا كله حتى نضطر إلى أن نصل إلى القرعة بينهما. نعم.